يعني بس هو أرحب بالجميع في ندوة فرع الطب، كلية الطب، فرع الطب وشعبة المفاصل. Senior Consultant Rheumatologist at the Sina Teaching Hospital, Physician, Rheumatology and Medical Rehabilitation. Really, I chose this subject because, as we know, biological aging. المفاصل وما أدراك ما المفاصل، ربما يعاني منها في كل بيت من بيوت هذه المدينة وهذا البلد. هناك من يعاني من التهاب المفاصل، كيف نستطيع التعامل مع هذا المرض؟ اليوم كلية الطب في جامعة الموصل، هذه الكلية العريقة التي هي مطمح وحلم للكثيرين، هذه الكلية التي نالها من العصابات الإرهابية الشيء الكثير، حيث دمروا كل شيء فيها، قاعاتها، مختبراتها، مكتبتها، كل شيء فيها، إلا أنها احتفظت بأهم ما تملك وهو عقول منتسبيها وطلبتها ومحبيها. عادت هذه الكلية المرموقة مرة أخرى لتنهض وتحلق عاليا، واليوم تقيم أحد ندواتها حول موضوع العصر وهو التهاب المفاصل. أمراض المفاصل لها طيف واسع من الإصابات، قد تؤثر حتى الإصابات على أعضاء أخرى من الجسم، ليس فقط يختص بالمفاصل. طبعا هو العرض الأساسي هي المفاصل، التي قد تكون المفاصل الكبرى في الجسم أو حتى المفاصل الصغرى، ولكن أيضا الأعضاء الأخرى، قد تكون العين أحد الأعضاء التي تتأثر بهذا المرض، الدماغ أحد الأعضاء الذي يتأثر بهذا المرض، القلب قد يكون أحد الأعضاء التي تتأثر بهذا المرض. كون المرض هو مرض مناعي ويصيب الصغار والكبار على حد سواء، ليس فقط شريحة معينة، ونعم هناك لابد من التمييز بين الأمراض المختلفة. وصراحة أحد أهم محاور الندوة أو الورشة عفوا هو ما هي العلاجات المتاحة، قد تكون علاجات البسيطة أو قد تكون علاجات المتوسطة، وأيضا قد تكون علاجات التي تمتد إلى حتى العلاج الكيميائي أو العلاج البيولوجي. الهدف من هذه الندوة العلمية، لحقيقة هذه الندوة ضمن نشاطات فرع الطب في كلية الطب، هو الجديد في أمراض المفاصل، وحيث تتطرق هذه الندوة إلى عدة محاور. المحور الأول هو وجود الأدوية المشابهة مع أدوية البيولوجي، كون الأدوية المشابهة هي أدوية رخيصة ومتوفرة وممكن تعطي فائدة للمرضى. والمحور الآخر راح يتكلم عن التهاب الأوعية الدموية، والمحور الثالث أمراض شرايين القلب وأمراض الروماتيزم، والمحور الرابع راح يتكلم أيضا عن أمراض المفاصل من قبل 4 من الأساتذة في فرع الطب. كان لدينا ورشة عمل بعنوان الجديد في أمراض المفاصل، وقد قمت بالتكلم عن المشابهات الحيوية، وهي من الأدوية المهمة وشائعة الاستخدام الآن في أمراض الروماتيزم وفي الاختصاصات الأخرى التابعة للطب الباطني. فقد تم التكلم عن ما هي المشابهات الحيوية، ماذا يعني هذا المصطلح، كيف يتم صرفها، ما هي الآثار الجانبية، كيف يتم التعامل مع الأدوية الحيوية الأخرى ومع هذه المشابهات الحيوية، وكيف أنه شائع استخدامها الآن في دول العالم، لأنها من الفوائد الرئيسية والأساسية هو خفض كلفة أسعار الأدوية البيولوجية التي تحد من استخدامها في كثير من دول العالم. فبالتالي استخدام المشابهات الحيوية أو أشباه الأدوية البيولوجية هو أنه خفض أسعار هذه الأدوية، وبالتالي تمكين أكبر عدد من الناس من استخدامها، وبالتالي تأدية الغرض المطلوب منها.